هذا الطريق توقفنا بعد هنا ما بي مجال السيارة تدخل. وهذا النهر نهر أربا، ونحن في طريقنا إلى الشلال. وها نحن أمام الشلال، وهذا هو المشهد. أوكي، واللي تتمكن من زيارة هذه المنطقة يمكنكم الاتصال بنا عبر الرقم المعروض أسفل التقرير. نحن أرارات للسياحة، نرحب بكم من جيرموك. إلى اللقاء.